شخوص مثلا بتاعت فيلم المدينة أنا بقيت قاعد عمال حيران مين اللي بيمتلك طاقة حب كبيرة في هذا الفيلم بعد ما سمعت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه من أول حلقة بقيت قاعد عمال بستدعي وافكر هو أصل الموضوع بقى أن أنا في منطقة أنا بحبها جدا رود الفرج رود الفرج رود الفرج يا رود الروض آه رود, رود الفرج. الفرج يا رود العشاء يلا عليكم القلب اشتاق الله انا بحب المنطقه دي على فكره الاغنيه دي اغنيه شعبيه فهمي. يعني مش اتالفت عشان الفيلم اتالفت عشان الفيلم ده دي اغنيه شعبيه بتتغنى في افراحنا عادي الله. من يوم ما اتولدت وانا بسمعها عادي يعني آه. فالمنطقه دي في وقت من الأوقات سنه 92 انا كنت في المعد اتشال السوق محلو. وحصل كانه قلب الواحد اتخلع <applause> مش انا يعني كلنا كل يعني الناس. كل الناس الموظف والموظف وال كان بياخد الحاجه رخيصه وال كل الناس كل ال ف حصل لي لخبطه وقلت طيب انا ده هو ده مشروع تخرجي النقل بتاع السوق ده قلت الواحد ازاي ممكن يعيش لو في حاجه بتحبها راحت منه أوه. طيب هو ممكن يدور على ايه علشان خاطر يرجع حبه ده فاكتشفت انه ان البحث ده آآ آآ بيخليك ترجع تاني لنفس النقطه انه علي هو هو في حقيقه الامر هو بيدور على حب بيدور على حاجه بيحبها بس هو افتكر ان اللي بيحبها دي يعني يروح اوروبا وسافر اوروبا اتبهدل مش عشان انا عاوز اقول بالمناسبه يعني الفيلمين الفيلم ده وبعد منه همام في امستردام جم في نفس السنه آه همام في استخدام حقق آه همام بقى آه يعني سري جدا ومش عارف عمل بطاطس وبقى آه غني حاجات شبه كده وفي وفي المدينه في فرنسا رجع حافي صحيح و واصلع كل شيء واتحرق شعره كمان وامه قالت له آه يعني هي ماشيه ماشي, ماشي معاه حافي آه على الطين عشان يرجع تاني أنا بدور على إيه هنا؟ أنا مش بدور على رحلة نجاح، أنا بتكلم على رحلة واحد بيدور على حاجة بيحبها. في فرق كبير. أمثلة النجاح كتيرة جدا. مش بس في الأفلام، ده كمان حتى في الحقيقة. كل الناس المصريين اللي نجحوا بره عليهم كل التقدير، بس أنا مش بفكر في ده. أنا بفكر إن إزاي واحد لازم يدور على حاجة اللي بتسعده هو. إنك أنت لما لو ما دورتش عليها جوه مكانك يعني في منطقتك في بيتك مفيش حاجه مش هتوصل لحاجه يعني بنوره دي اللي هي امه انا مسميها بنوره قاصد بنوره يعني زي الازازه كده ممكن تتكسر انه دي جايه ان الست عامله زي البنوره كده عمرها ما تنور وتبقى حلوه طول ما انت دلوقتي منغبشها وعمال تتجاهلها ناديه كانت بتعمل دكتوراه بتحق, بتحق ماجستير وكانت مخها كبير وكذا عشان انا يعني ما بتفرج على افلام دايما بلاقي الست يا اما دايما الواحد بيحب واحده شمال يا اما لازم تبقى شمال عشان يحبها يا اما البنت نفسها بتهرب بره بيتها وبتدغدغ الدنيا وبتخاصم اهلها كان اهلها ضد الحب ده وكان الحب اللي هي بتعمله ده اللي هو ممكن يبقى وهم هو الموضوع فخلى الواحد الراقصه الشريفه مثلا او العفيفه او الجدعه او كل دي أمثلة اترسخت وضايقت الناس الطبيعية العادية إنه إنه البنت لما تخرج بره البيت دي حاجة وحشة بصراحة مش حاجة حلوة طيب. أبدا آه وما وملهاش علاقة بالحب لأنه الحديث الشريف بيقول لك من من مات من عاشق وكتم كتم العشق ده ومات مات شهيدا يا سبحان الله مات شهيدا شهيد حبه ده فيه؟ بس عفى وكتب يعني مش مش نط من من السور عشان مش عارف ايه لا ده حاجه راقيه جدا الحب ده راقي مش مبتذله مش هروب واسيب اهلي واموت ابويا ومش ده علي نفس الحكايه هو ساب ده كله وساب اهله وقرر ان هو ينجح هناك ويسيب البنت اسمها ناديه ويعمل مش عارف ايه على اساس ان هو لما ينجح هناك هيلاقي لقى استخدموه بالفلوس اه والاستخدام ده راحت الفلوس من رجع لا الفلوس راحت وما لقاش حاجه غير ان هو في اخر مشهد اللي هو براكب الاوتوبيس وجنبه يسرا فبيقول لها تبدلي قالت له لا دي حياه ودي حياه انت هنا بتب... عندك تفاصيل بتحبها والاخر برضو عنده تفاصيل مم. انت لما تمشي كده في اما ساعات كده دلوقتي انا متجوز ومخلف ومش عارف ايه اما بنزل كده رود الفرج ازور مثلا خالي او كذا امشي في الشارع الاقي الحاره اللي انا كنت بلعب فيها كوره عباره عن مترين مترين بالعرض كده بيت قصاد بيت اه وكوره عفشه يعني مم. يعني عاملينها بايدينا أيوه. وجايبين سفنج من العربيات وخاربين الدنيا يعني وحاطين بس السعاده و... لما الواحد بيحط جون في بيت ويجري من عم حامد الحشري ده اللي هو بيرش لنا ميه وحاجات سعاده مش لاقيها مش لاقيها وانا داخل بلاتو مش عارف شايف مين يعني الحكايه مش كده الحكايه الواحد لازم يعني حكايه الوهم اللي حوالين منه ده ينفضه شويه ويشوف ايه اللي بيسعده فعلا ايه اللي بيخليه حلو فالمدينه من التفاصيل والشخصيات اللي كلها موجوده قايمه على هو ايه الحلو وايه اللي المفروض تدور عليه وايه وعشان تنجح ده بحقه إيه؟ حقيقي تنجح بره ولا جوه انت لو ما نجحتش جوه عمرك ما تنجح بره <applause>